يا مخلصي، أنت أبرع جمالا من بين البشر، رغم الدماء التي لطخت وجهك الحي ورغم البساق، لأنها تشهد على مدى تضحيتك وإخلاصك لي يا أبي السماوي. وكنت يا أبي تحمل آلام جسدك وآلام نفسك وآلام الناس وآلام خطايا البشر كلها، ولعل الخطية كانت أثقل ما تحمله لأجلنا. واستمرت رحلة الآلام يحملها عنا المسيح في جسده ليقودنا إلى حياة أبدية، إلى وجود حقيقي لنا في السماء. لم يكن الصليب وسيلة للموت فحسب، بل كان أبشع طريقة للموت آنذاك. ولم يكن الصليب طريقا للعقاب فقط، بل كان رمزا للعنة من الناموس. ولم يكن الصليب حتما افتخارا، بل كان خزيا وعارا. ولكن ما الذي حدث؟ أصبح للصليب قوة الحياة من قوة المصلوب، فصار لنا فداء وحياة أبدية. وعاشت الكنيسة في كل عصورها تدافع عن إيمانها بصليب المسيح بتعليم وإيمان وعقيدة حية معاشة. فما هي قصة هذا الكفن المقدس؟ يرجع تاريخ الكفن المقدس إلى عهد السيد المسيح له المجد، إذ طلب يوسف الرامي جسد يسوع ليكفن بكتان نقي. وأثبتت دراسات الكفن المقدس أن هذا الكتان هو كتان نقي وليس كتانا عادي، حيث أثبت علم الأنسجة ما قاله الكتاب المقدس، إن الكتان هو نوع من كتان بري خالص وليس الكتان الزراعي المعروف. وضع الكفن بنفس الطريقة المتبعة في القرون الأولى على نول له 4 دعسات، وصنع بطريقة دقيقة جدا، حيث يذكر التاريخ أن يوسف الرامي ونيقوديموس دفع فيه ثمنا غاليا. وظل الكفن بأورشليم حتى عام 1944، وسافر في رحلات إلى عدة بلاد حتى استقر منذ عام 1946 في تورينو. وفي رحلتنا مع الكفن تستوقفنا محطة هامة، هي مرحلة الجلد. فلقد استطاع العلماء بعد دراسة متأنية بأحدث الأجهزة معرفة أمور مثيرة، منها جلد المسيح بصوت روماني يتكون من 3 سيور جلدية
كل سير ينتهي بكرتين من الرصاص أو العظم، حجم كل كرة يبلغ 12 مليمتر. ومعنى ذلك أن كل صوت يقوم بست علامات في ظهر المسيح له المجد في المرة الواحدة. وعندما حسبوا النقاط السوداء أو علامات الجلد على ظهر المسيح وجدوها 120 علامة. فأصبح ظهر المسيح في صورة الكفن يطابق قول الكتاب: على ظهري حرث الحراث. والحراث أعني الجلادين، ما فعلوا هذا إلا طاعة لبيلاطس الذي قيل عنه في إنجيل يوحنا: أخذ بيلاطس يسوع وجلده. كان نتيجة الجلد نزيف هائل في الجسم كله، وهذا ما تسبب في موته قبل اللصين، لأنه فقد دماء كثيرة في الجلد. ومن الواضح أن المسيح جلد وهو منحني الظهر إلى الأمام، إذ في هذه الحالة تنساب فيها الدماء من جروح الكتف في الاتجاه العرضي الواضح بالكفن، ثم انتصب بجسمه إلى فوق، وهذا نراه في الاتجاه الرأسي للدماء المنسابة، ويداه ممدودتان إلى الأمام ومرتكزتان على عمود قصير طوله 64 سنتيمتر. ومن الظهر نعرف أن الجلد تم بواسطة رجلين، أحدهما وهو الذي كان عن يمين السيد كان أطول قامة ولكن أشد تشفيا وأكثر وطأة في تعذيب شخص المخلص. كما نلاحظ أن الجلاد الأيسر ركز ضرباته على الجانب الأيمن للجزء العلوي من الظهر، بينما وجه الأيمن أغلب جلداته على الساقين وجزءا من الكتف الأيسر. ودلت أبحاث الكفن على أن ظهور وجه المسيح بشكل أوضح على النيجاتيف، حيث وجدوا على الوجه آثار دماء من داخل الجسم وليس ناتجا عن جرح سطحي. وبتحليل الدم اتضح أنه عبارة عن عرق ممزوج بدم، وهو دليل على أن هذا الشخص كان قد تعرض لنوع من التعب العضلي الشديد. ويوجد خلف الرأس علامات داكنة وانسكاب الدماء من 8 قنوات إلى حد الرقبة، ناجمة عن جروح ثقبية منفصلة في الجمجمة بسبب طاقية الشوك، تطابقا مع قول الكتاب المقدس على لسان معلمنا متى الرسول: وضفروا إكليل شوك ووضعوه على رأسه. فالشوك كان إشارة إلى خطايانا التي حملها على رأسه، كما يقول معلمنا بولس الرسول: أما شوكة الموت فهي الخطية. وهذا الشوك تسبب في أن الجسم كله نزف وليس الرأس فقط،
وأضحت الآلام فوق الطاقة. ويوجد أيضا تحريك في غضروف الأنف إلى الجانب الأيمن نتيجة سقوط السيد المسيح على الصخرة على الجانب الأيسر من شدة حمل الصليب، ولكن عظمة الأنف سليمة، فعظمه قيل عنه عظم لا يكسر منه. ويوجد أيضا تورم بالحاجب الأيسر ومنطقة الخد الأيسر نتيجة السقطة الأولى، أما السقطة الثانية أدت إلى تورم في الجانب الأيمن وعظام الخد الأيمن للسيد المسيح له المجد. تحدث إلينا يوحنا في إنجيله يشهد ويصف مشهد حمل الصليب فقال: فأخذوا يسوع ومضوا به، فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة. استطاع علماء الكفن المقدس إثبات أن الكتف الأيمن منخفض عن الكتف الأيسر للسيد المسيح له المجد، وأن جسمه حمل شيئا ثقيلا قبل موته. وأكد الكفن المقدس وجود كتمتين على ظهر السيد المسيح، واحدة على كتفه الأيمن العلوي والأخرى على الكتف الأيسر، ووجود لحم مهترئ في منطقة الكتف بسبب حمل الخشبة الأفقية من الصليب، إذ قدر العلماء وزنها تقريبا 50 كيلوغراما. بعد أن حمل السيد المسيح الصليب جاءت ساعة الصليب، وصار لعنة من أجلنا، إذ يقول الكتاب: ملعون كل من علق على خشبة. ونحن ما زلنا نتجول في ثنايا جلد المخلص، نمر بعيوننا إلى أسفل فنجد ما يدل على وجود تسلخات عميقة في ركبتي صاحب الكفن. وجدير بالذكر أن المسيح له المجد حمل الخشبة العرضية فقط وليس الصليب كله، لأنه كان من عادة الرومان أن الشخص المحكوم عليه بالصلب يحمل الخشبة العرضية فقط، أما الخشبة الطولية فتكون مثبتة في مكان الصلب. وهكذا يرفعون الخشبة العرضية بالحبال والشخص عليها، ثم يثبتوه بالمسامير. ويظهر من الكفن أيضا أن مسمارا واحدا قد استخدم في ثقب القدمين بوضع القدم الشمال على القدم اليمين، واتضح للعلماء وجود ركيزة سفلية للرجلين لإثنائهما لكي لا يموت سريعا ويستطيع رفع الجسم للتنفس. والكفن المقدس بكل ما قاله العلماء قدم العديد من الإثباتات عن الصليب، إذ أعلن أن المسمار المستخدم في الصلب
اخترق اليد بالكامل في الفراغ المحاط بالعظم، لكن عظم لا يكسر منه ككلام النبوات. وتم تسمير الرجلين بمسمار واحد بوضع الرجل اليسرى فوق اليمنى. وكشف العلماء أن المصلوب كان لابد أن يتحرك على الصليب من أجل التنفس والكلام، وكل مرة كان يتحرك الجسد كانت آلاما شديدة. وعلى الصليب كانت عادات اليهود والرومان إعطاء المصلوب خلا ممزوجا بمر كمخدر للألم. ولكن يذكر لنا الكتاب أن السيد المسيح له المجد لم يرد أن يشرب، لم يرد أن يشرب ليجتاز كل الألم عنا. وعلى الصليب كانت الحربة، وكان الطعن بالحربة، إذ استعمل الرومان حرابا تشبه ورقة الكافور حادة ومسننة لتدخل بين عظام الصدر بعمق كبير. وهكذا حدثنا الكفن المقدس عن ظهور بقعة من الدم على قماش الكفن وحولها آثار لسائل عديم اللون. وأوضح لنا الكفن المقدس الملامح الجسدية لوجه السيد المسيح له المجد، وأن له لحية وشعرا طويلا كما رآه يوحنا الرائي في رؤياه. وأثبت الكفن أن عمره يتراوح ما بين 30 إلى 40 سنة، حيث ذكر كارل تونكون أستاذ علم الإنسان في جامعة هارفارد أن شكل السيد المسيح له المجد من النوع الذي نراه في أيامنا، فيجمع شكله بين اليهود السافارديم والنبلاء. وعرض الكفن المقدس في تورينو في عدة مناسبات منذ عام 1535 وحتى عام 2010، سواء كان عرضا عاما أمام الناس أو ترحيبا بأحد الأباطرة أو الحكام الزوار للمدينة. وتعرض الكفن للحريق 3 مرات منذ عام 1516، وهو حريق غير معروف الأسباب، والمرة الثانية عام 1532، وفي كنيسة شامبري الخشبية بفرنسا، إذ امتدت فيها ألسنة اللهب وقامت الراهبات الكلاريات عام 1534 بمعالجة الكفن المقدس. والمرة الثالثة حيث اندلع حريق في ورشة مجاورة للكنيسة، ولم يتأثر صندوق الكفن بهذا الحريق، واضطروا إلى نقله إلى دار الكاردينال. وفي 4 مايو من عام 2005 تم إعادته إلى مكانه في صندوق جديد ذهبي اللون مقاوم ضد الحريق، فوق غطاء كتب عليه باللغة اللاتينية: يا إلهنا، إننا نكرم كفنك المقدس ونتأمل في آلامك. حقا نكرم كفنك المقدس لأنه حمل جسدك المتألم عنا، ونتأمل في آلامك لندرك أن محبتك لا نهائية بلا حدود.